أهلا بكم من الوطن مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار بدايتها معكم بأهم العناوين. مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 10 محافظات فقط، وموقعها الإلكتروني يتعرض لعطل. مجلس المفوضين يغير معادلة حساب نسبة الاشتراك في التصويت، وتأكيد بتطابق أعداد الفرز اليدوي مع الإلكتروني لصناديق الاقتراع. مفاجآت انتخابية صادمة لبعض القوى، وإطلاق النار في الاحتفالات بالنتائج يوقع ضحايا في بعض المحافظات. رئيس الوزراء يعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة خلال عملية نوعية خارج الحدود. أهلا بكم، وهذه التفاصيل. وفي إجراء غير متوقع أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات لعشرة محافظات فقط، وقد شملت النتائج المعلنة محافظات كل من ديالى والقادسية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل. هذا وقد تعرض موقع المفوضية الإلكتروني إلى خلل يمنع من دخول المستخدمين إليه والحصول على النتائج. أخوتي الكرام، المفوضية في هذه اللحظة قامت بعرض النتائج للمحافظات التي تسمعونها، محافظة ديالى ومحافظة القادسية ومحافظة المثنى ومحافظة ميسان ومحافظة واسط ومحافظة دهوك ومحافظة صلاح الدين ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف ومحافظة أربيل، وهذه الآن موجودة في الأماكن التي حددتها المفوضية وفي القاعات التي أعلنت عنها، والآن يتم متابعة ذلك عبر شاشات عرضها أيضا متوفرة في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وبإمكانكم متابعة النتائج لهذه المحافظات، وهي نتائج أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل والعصا الذاكرة. أخوتي الكرام، كما تعلمون المفوضية الآن قطعت الإرسال، والصناديق التي حصل بها بعض المشاكل القليلة ستقوم بنقلها صباح يوم غد إلى المكتب الوطني. شكرا جزيلا سادتي الكرام. هذا وأكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41%، وأن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو 10 ملايين مصوت. وأضافت المفوضية في بيان أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16، فيما كان عدد الشكاوى في التصويت العام 58 شكوى. وبحسب النسب المعلنة من قبل المفوضية، فإن دهوك كانت الأكثر تصويتا حيث بلغت نسبة المشاركة 54%، فيما جاءت بغداد الأقل تصويتا حيث بلغت نسبة المشاركة في الرصافة 31% وفي الكرخ 34%. هذا وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني بنسبة 100%.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي إن ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. هذا وقد سبق أعلان نتائج الانتخابات إجراءات أمنية بينها إغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بشكل جزئي. وأوضح المصدر أنه تم إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد وحصر الدخول إليها بحاملي الباجات الخاصة بدخول المنطقة فقط، مضيفا أن إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيكون بعد إعلان مفوضية الانتخابات بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. هذا وقد أكدت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين هو الجهة الحصرية التي لها الحق في البت بالشكاوى المقدمة بشأن الاقتراعين العام والخاص. وقال بيان للمفوضية أن عدد شكاوى الاقتراعين الخاص والعام بلغت 74، وأنه سيتم فرض عقوبات مالية وانضباطية في حال تعلقت الشكاوى بأحد موظفي الاقتراع. وسبق ذلك تأكيدات من المفوضية بعدم وجود مخالفات انتخابية حمراء تطيح بأي من المراكز والمحطات الانتخابية. هذا وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت قرارا عدلت فيه قرارا سابقا بشأن تحديد نسبة المشاركين في الانتخابات، حيث أكدت وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين أن نسبة المشاركة سيتم تحديدها اعتمادا على قياس أعداد المصوتين في الاقتراع مع العدد النهائي في سجل الناخبين، ذلك بعد التحديث. وفي كردستان سجلت نتائج الانتخابات في محافظة دهوك صدمة ومفاجأة للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد خسرانه أكثر من مقعدين وحصول جيل جديد على مقعد في المحافظة. هذا وقد أظهرت النتائج الأولية في محافظة دهوك أن حصول جيل جديد على مقعد في المحافظة، إضافة إلى خسارة الحزب الديمقراطي مقعدين في دهوك لأول مرة بعد أن كان يستحوذ في الانتخابات السابقة على 10 مقاعد من أصل 11 مقعدا. هذا وكانت الانتخابات لها تداعيات خطيرة في الشارع العراقي تزامنت مع انتهاء الانتخابات والبدء بتسريب النتائج الأولية للدوائر الانتخابية، حيث شهدت الكثير من المحافظات احتفالات لأنصار المرشحين الفائزين تخللها إطلاق كثيف للنار ما تسبب بسقوط ضحايا ونزاعات عشائرية. وقد حدث ذلك في محافظات عدة بينها البصرة وميسان ونينوى والأنبار. هذا وفي الملف الأمني أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الإطاحة بمشرف المال لداعش خارج العراق. وقال الكاظمي في تغريدة له
أنه في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم مشرف للمال التنظيمي داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي. وختم الكاظمي تغريدته بالقول: بركت سواعد الأوفياء، عاش العراق. هذا وقد كشفت خليات الإعلام الأمني تفاصيل الإطاحة بنائب الإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي. وأكدت الخلية في بيان عن اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي المدعو سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبد القادر الزبيدي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني وبعملية خاصة خارج الحدود. وقد أضاف البيان أن المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليا، وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم الإرهابي ومقرب من زعيم التنظيم الحالي المجرم عبد الله قرادش. ولمزيد من الإضاءة على الملف الأمني هو اعتقال القيادي الداعشي خارج حدود العراق، معنا عبر سكايب الخبير الأمني محمد شنيشل. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا بك في استوديوهات وطن. بداية معك، كيف يمكن قراءة عملية أمنية نوعية خارج الحدود تطيح بقيادي كبير في تنظيم داعش؟ لك الحديث. شكرا جزيلا استاذتنا العزيزة، تحية لحضرتك ولكل كادركم في قناة وطن ولكل مشاهديكم الكرام. يعني أرجو يعني هاي صار أكثر من مرة تغلطون بالاسم، تغلطون بالكثير من الأمور. يعني أولا أنا اسمي محمد عاصم شنشل. نعتذر أستاذ محمد عاصم شنشل. لواء دكتور، لواء سابقا لواء دكتور الأستاذ الدكتور سيبك هسه من محمد. لا ما يخالف، الالقاب لازم تكون محفوظه. هذا جهل. نعم دكتور. لا العفو. نعم محمد شنشل، حياك الله. سيدتي الفاضله، مما لا شك انه ما حدث اليوم او بالامس عندما اعتقل هذا الارهابي او القي القبض على هذا الارهابي، نجد بان الموضوع قد تزامن. يعني لا اعرف كيف جعلوها ان يتزامن مع موعد الانتخابات وموعد إطلاق سراح الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات. نعم. لكن من المؤكد هنالك، في اعتقادي سيكون هنالك الكثير من الذين سيتم اعتقالهم في الوقت
اللاحق ان شاء الله. هذه طبعا ضربه كبيره جدا موجهه الى هذا التنظيم الارهابي، هذا التنظيم الدموي، لكن يعني ارجع واقول كان من الاجدر ان تعلنها بصراحه الحكومه العراقيه وجهاز المخابرات العراقي تحديدا لكثير من الامور التي تمت من خلالها، اي بمعنى ما هي تحركات جهاز المخابرات بعيدا عن تحركات الاجهزه الامنيه الاخرى، سواء كانت العسكريه او بما يسمى بالاجهزه الامنيه التابعه لوزاره الداخليه. عفوا دكتور محمد، هل تعتقد ان هناك امورا مبهمه او لم يعلن عنها او فيها غموض خلال عمليه القبض؟ مؤكد 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 هنالك ابهام في هذه العمليه. شوفي حضرتك، يعني صراحه انا لا اخفي سرا ولا اخفي ولا يخفى على الجميع، يعني اذا كان من الناحيه العسكريه او من الناحيه الامنيه يجب ان تكون هنالك مصداق. لان لماذا اقولها المصداقيه؟ العراق الان والشارع العراقي بحاجه الى هذه المصداقيه، ما بين الحكومه وما بين الشعب، ما بين الاجهزه الامنيه وما بين الشعب. اذا لم يكن هنالك مصداقيه فقرانا على 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 العراق السلام. على العراق سلام. هذا ايضا هنالك نقطه، لطالما انه اكثر صار لنا 18 عام ما هنالك اي نوع من المصداقيه ما بين الحكومات التي توالت على رئاسة العراق أو حكم العراق وما بين الشعب، حتى افتضح أمرهم تماما في السنتين الماضية وبدأ الشعب ينتفض بشكل منظم، حتى جاءت لحظات كثيرة من مما سمي بالتشرينية وإلى آخره وإلى آخره. لكن أقولها يعني إلى متى؟ يعني يجب أن يكون هنالك استفادة من الدروس السابقة. أتعلم من الأخطاء السابقة، يعني أصحح مما أخطأت مما أو ما يعني أقدمت على هذا الإخطاء. هنالك أخطاء لا أقولها متعمدة، لكن نقص خبرة، نقص خبرة في هذه بعد الأجهزة. ما كل مرة وبي دكتور محمد تجد أن هناك نقص خبرة، يعني هم ترى حاربوا داعش ورجعوا مدن سقطت وصنعوا اللي ما صنع احد بالبلدان العربيه. نعم اسمحي انا معك، انا لا اختلف بهذا الموضوع. نعم حاربوا داعش وحاربوا كثير، لكن من كان يعلمهم باماكن داعش؟ طيب هي من قبل 4 سنين اعلن بان العراق قد اصبح خاليا تماما من العمليات الارهابيه ومما يطلق عليهم هؤلاء الدواعش الانجاس، لكن نجد بان كل يوم هنالك خليه نائمه تتجدد، هذه الخليه تتجدد طاقتها وتدعم لوجستيا وتدعم عسكريا وتدعم ماديا. طيب يعني هذا من يدعمهم؟ نجد بان العمليات الارهابيه التي تستهدف القوات الامنيه او تستهدف الكثير ممن يتحالفون مع القوات الامنيه او القوات الحكوميه نجدها باستمرار، لكن هذا يعني بان هذا التنظيم الارهابي القذر لن يزال او لم يزال. مقصود بقاء، انا استطيع ان باختصار ممكن ان هناك قوى متنفذه قاصده بقاءه؟ اكيد طبعا، يعني طبعاً سياسيا ولها مكتسبات سياسيه ومكسبيه، هاي معروفه، مكتسبات سياسيه وامنيه ايضا، لان هنالك الكثير من يعني في الحكومه يريد اخراج بعض المتنفذين القائمين على الوضع الامني او مسيطرين على الوضع الامني، يريدون اخراجهم، لكن استشعروا بان ايامهم اصبحت معدوده هؤلاء المتنفذين، لذلك يلجؤون الى هذه الافعال المشينه. طيب وهي دكتور دكتور محمد، العملية كبيرة تعرف فيها صار ضخ إعلامي، واليوم مع خروج نتائج الانتخابات كيف تبرر ذلك؟ قراءتك للمشهد. شوفي حضرتك، هي لطالما أعلنت النتائج وهنالك سيطرة أيضا من قبل التيار الصدري وبعض القوى الأخرى المتعاونة، نجد بأن النسب للسنة والأكراد 50 والتيار الصدري 81، طيب الاخرين هنالك نسب متفاوته ما بين 12 الى 13 الى 20 والى اخره. اذا صح التعبير وجعلنا من النسبه المتكامله لعمليه الانتخابات ليست كما اعلنوها بانها 44% او 43%، انا في اعتقادي او في تصوري الحسابي
بأن هذه العملية لم تتجاوز أكثر من 23% من عدد الناخبين وغيرهم. لكن صراحة بأن كما ذكرت أنها تتزامن هذه الأحداث وهذه المهام مع إعلان نتائج الانتخابات أو مع قيام الانتخابات، هذا غير، يعني هذا غير صحيح ومبرر ليس له أي قيمة صراحة. يعني قابل كانوا ضامي دكتور؟ نعم قابل كانوا ضامي؟ لا مو كانوا ضامي، لكن هذول كلهم يعرفون أماكن هؤلاء الإرهابيين، يعلمون جيدا أين هؤلاء هنا وهناك وإلى آخره. طيب لماذا لم يتم السيطرة عليهم؟ لماذا لم يتم إلقاء القبض عليهم؟ الملف الأمني ملف مهم جدا، يجب أن أنا ذكرته، وحتى من خلال قناتكم أيضا كان بلا الأجدر من مصطفى الكاظمي أن يتخذ خطوات كبيرة جدا أيضا في الملف الأمني. يحسن الملف الإرهابيين، التنظيم، هذا التنظيم الإرهابي، التنظيم الداعشي، يجب أن إسقاطه فورا، يجب دحره فورا، وإعلان العراق فعلا بأنه قد أصبح خالي من هؤلاء الأنجاس، من هم يريدون العبث بأرض العراق وبالعراق فسادا وتنكيلا من قبل الدخلاء على العراق، من قبل المتواجدين في داخل العراق وليس الإرهابي. لذلك أقول يجب أن يكون على مصطفى الكاظمي إن استمر بمكانه أو بسلطته، وهذا شيء مؤكد راح يحدث، يجب أن يبدأ بهذه الملفات أو الملف الداعشي تحديدا. يجب إعلان العراق بأنه أصبح خالي من هذا التنظيم القاتل في خلال أقل من عام، يجب أن يكون هذا. ومن ثم إعادة الهيكلة التنظيمية للمفهوم العسكري أو للقيادات العسكرية والأمنية، ويكون هنالك تحرك جديد من خلال استتباع أو عملية استتباب الأمن في العراق، كي يلمس العراق والعراقيين لهذه الخطوة الجادة، كي يلمس العراق يعني بذرة الأمان، كي يصل إلى بر الأمان مثل ما نقول. شكرا لك أكيد. الخبير الأمني الدكتور الأستاذ محمد شنشل، شكرا لتواجدك معنا في استديوهات وطن، شكرا لك. وعودة لكم وميدانيا، إذ تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض شنه إرهابيون لعصابات داعش في ديالى. وقد ذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة من لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تصدت لتعرض شنته فلول داعش الإرهابي شمال شرق قضاء المقدادية، مضيفا أن بقايا داعش الإرهابي هاجم إحدى النقاط التابعة للواء نداء بالحشد الشعبي في منطقة العالي قبل أن يتصدى لهم أبطال اللواء. وفي نينوى تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد الإرهابيين قرب جبل شيخ إبراهيم في محافظة نينوى. وقالت قيادة عمليات نينوى في بيان أنه بناء على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود 3 إرهابيين تم مشاهدتهم بواسطة الكاميرات، تم على الفور تشكيل فريق عمل نفذ عملية البحث عن الإرهابيين وتعقبهم، وقتل أحدهم فيما يجري البحث عن الاثنين الآخرين.
وعودة إلى ملف الانتخابات، معنا عبر استديوهاتنا الخبير الاستراتيجي للدراسات الاستراتيجية عبد الكريم العبيدي. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. الله يخليك. بداية معك نبدأ من مؤتمر مفوضية الانتخابات، برأيك لماذا لم يتم الإعلان عن النتائج كاملة لحد الآن إلا في بعض المحافظات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام وبكل العراقيين. ستي العزيزة، نعم، النتائج تعلن إذا كانت الآن أو بعد نص ساعة أو بعد ساعة، هي مو هاي المشكلة. المشكلة أنه للأسف يعني، ومع احترامنا للمفوضية، أكو كانت كثير من الخروقات. وطبعا بالمناسبة البارحة كنت مراقب لإحدى المنظمات الدولية، وكنت أتجول في كثير من المراكز، وبالأخص منطقتنا بالرصافة، يعني بالنسبة لي العظمية، منطقة العظمية. نعم. فشاهدت كثير من الخروقات اللي 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 أعتقد يندى لها الجبين، بسبب إحنا عندنا مواطن، وعندنا دولة، وعندنا نظام انتخابي. نعم. عندنا هذه السلسلة. أعتقد البناء يجب أن يبدأ بالإنسان، بالمواطن، حتى لا تصير خروقات. للأسف كثير، وأنا مسؤول على كلامي طبعا، كثير من المرشحين أو عدد من المرشحين مارسوا أساليب رخيصة، قدروا يشترون ذمم، يشترون اللي بالعوزة، يشترون الإنسان اللي مدى يفتهم أنه هذا أصبعه، هذا الحق المشروع هو جزء من صورة اللي قطعها المحتل البغيض من إجه، قطعها ونطعنا كل واحد جزء، فلازم نكمل الصورة في سبيل أنه نخدم بها بلدنا. ما هو المواطن جاهل للصورة للأسف جاهل. لذلك أنا أقول بناء الإنسان، بناء المواطن، يعني المواطن لازم يصير عنده ثقافة اجتماعية وثقافة حب الوطن، مو يبيع 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 هذا إصبعه، يبيعه ب50,000 دينار أو ب100,000 دينار. للأسف والقوات الأمنية مشكورة، يعني أنا هذا أنا سجلت لها الخروقات، إذا كانت استخبارات أو أمن وطني أيضا لزموا جماعة، الجيش لزم جماعة، وقلت لك أنا هاي شوف عين وأنا موجود وأقول. أستاذ عبد الكريم، الكثير كانت من الخروقات، ومنها أيضا رصدناها كيعني في عمل المفوضية، ولاحظناها أنه أيضا يحملون الأطفال الأعلام وكذا، وهذا أصلا الطفل يعني هو هذا جاهل بالعملية الانتخابية، وهذا يمنع الكثير من الخروقات حصلت في عملية الانتخابات. لكن أختي العزيزة، مصير بلد هذا، يعني أنا مصير بلد. انت اليوم كل البلدان جهلة، ترى هواي عندها جهل، مو يعني احنا دا نمر بأزمة يعني. نعم. سيدتي، احنا دا نمر بأزمة من 2003 لليوم، والمفروض نتعاون في سبيل انه نطلع من هذا المطب. زين، نتعاون من هذا المطب، يجيني واحد من عندنا، من المجموعة، من البيت نفسه، يفلش الاول كل البناء، قلت لك هي صوره، هي هو شيء، يعني هو عنده جزء من الصوره، يبيعها للفاسد، شيء مرتبط بشيء. برايك هل هناك جهات سياسيه تؤثر وتضغط على المفوضيه في مساله اعلان نتائج الانتخابات؟ والله احنا مع احترامي للمفوضيه، المفوضيه تدرين انت تشكلت، صح شكلتها الحكومه، بس الحكومه اكيد عليها تاثيرات من كل الاحزاب السياسيه المتنفذه. والدليل انه البارحه طبيت اني واختي اللي كانت بالخارج وعندها الهويه مالتها ما محدثتها، فاجا موظف المفوضيه خلاها، قال لها، قلت له وقالت له هاي مستمسكاتي حتى تحدثوها مثل ما وصلني الخبر وبعدين تعطوني اياها. اي كان يقول لها ما يصير، انت عايدة، يقول ايرور يا با، ليش؟ يقول اكو قسم يطلع وقسم ما يطلع، هذه ساقطه. شنو ساقطه؟ قلت له هي هويه رسميه يعني، وقدامك وعندهم مستمسكات، اشكالات تصير، اشكالات كثير بالنظام. أما بالنظام كثير، أما لكن تعبوا استاذي العزيز. نعم. تعبوا في المفوضيه وتعبت لجان المراقبه. نعم. وكان لديها حراك يختلف عن الحراك سابقاتها من الانتخابات، وهذا نشهده طبعا احنا. لا ضير هناك تكون خروقات، لا ضير، لكن مثل ما تفضلت المواطن له الدور كبير. لا هذا نظام، هذا نظام، سيستم بالنسبه للمفوضيه، ممكن يكون خلل او مطلوب عندهم، ممكن نقدر نقول. ماذا بعد اعلان النتائج برايك؟ هل سيكون هناك تاخير بسبب الطعون والشكاوى والبت بها؟
ما تصورت صور عمليه محسومه، لان اللي شفته انا البارحه الخروقات، يعني المفروض اللي تلزم القوات الامنيه ومتلبس انه بده يشتري الاصوات، المفروض هذا على تصادر اصواته وينتهي من الموضوع. طيب تتوقع بعض الكتل السياسيه لن ترضى بالنتائج المعلنه؟ نعم، تتوقع بعض الكتل السياسيه لن ترضى بالنتائج المعلنه خاصه بعد ظهور وجوه جديده؟ وهذا طبعا احنا ما كنا نتمنى. اذا اقرتها المفوضيه للنتائج ما اتصور اكو تاثير يصير بعد، ما انتهى خلاص، بس تعلنها انتهت. شكرا لك استاذ عبد الكريم الخبير الاستراتيجي، شكرا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير باهم العناوين. مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 10 محافظات فقط، وموقعها الالكتروني يتعرض لعطل. مجلس المفوضين يغير معادلة حساب نسبة الاشتراك في التصويت، وتأكيد لتطابق أعداد الفرز اليدوي مع الالكتروني لصناديق الاقتراع. مفاجأة انتخابية صادمة لبعض القوى وإطلاق النار في الاحتفالات، بالنتائج يوقع ضحايا في بعض المحافظات. رئيس الوزراء يعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة خلال عملية نوعية خارج الحدود. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء آخر.